وللحديث أكثر ينضم معنا هاتفيا أستاذ التمويل والاقتصاد الدكتور محمد مكني. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. في البداية حدثنا عن أهمية اجتماع المالية ومحافظي البنوك غدا. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم وشاكر لكم الحقيقة الاستضافة. لا شك أنه الحمد لله يعني اليوم حينما أتحدث عن استضافة المملكة العربية السعودية لهذا المحفل الدولي العالمي، فهو يعني الحمد لله تكليل لجهود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي كان قد اقترح ذلك في قمة الصين في عام 2016 وتمت الموافقة عليها في قمة هامبورغ في ألمانيا في عام 2017. بالتأكيد أنه عقد القمة العشرين واجتماع وزراء المالية ومحافظين البنوك المركزية لهذه الدول أمر جيد الحقيقة، وهو يأتي لا شك بعد الاجتماع الأول الذي حدث في شهر سبتمبر من عام في شهر ديسمبر من عام 2019 لوكلاء وزارات المالية ومحافظ البنوك، وكان الاجتماع ذلك هو تمهيدا لهذا الاجتماع والذي يمكن ركز على بعض الأمور اللي بترفع من مستوى شمولية الخدمات المالية الرقمية، أيضا مسألة الموارد البشرية بالنسبة للنساء والشباب، وتحدث في تلك الفترة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي من الأولويات في أعمال هذه السنة والتي ترأسها المملكة العربية السعودية. أيضا أعتقد أنه سيركز على الحلول الابتكارية لتطوير أسواق المال المحلية وكيفية توظيف التقنية في تطوير البنية التحتية، وأيضا وضع أطر للمسائل الرقابية والتنظيمية التي بتدعم الحقيقة هذا العصر التقني، وكيفية أيضا المعالجة للتحديات الضريبية النابعة من الاقتصاد الرقمي والتحول الحقيقة. فهذا الاجتماع هو بداية، أو خلينا نقول أنه دائما مجموعة العشرين بشكل عام يسبقها الكثير من الاجتماعات، إضافة إلى القمة الأساسية التي سوف تكون إن شاء الله تعالى في شهر نوفمبر. يعني هناك يكون هناك تجمع للعمالة، مجموعة العمالة، مجموعة الأعمال، مجموعة المرأة، تكون تحت قمم صغيرة ومن ثم يعني تؤخذ منها التجارب والتوصيات وتعرض في القمة الأساسية. واللي لا شك إحنا نذكر دائما إنه هذه القمة بشكل عام هي قمة مهمة لأنها مكونة من 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهي لا شك أنها تمثل فيما مجموع نحو حوالي 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي و 75% من حجم التجارة العالمية، ويعني سكان هذه الدول يمثلون ما يقارب 65% من سكان العالم. نعم دكتور محمد، أعد صندوق النقد الدولي تصورا لمجموعة كبيرة من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي مثل فيروس كورونا والكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ، برأيك هل ذلك سيغير في سياقة محاور الاجتماع؟ الحقيقة هو في كل عام يكون هناك مشاكل جديدة تؤثر على الاقتصاد العالمي. يمكن في هذا العام الأحداث التي يمكن خلينا نتكلم إنه الأحداث في الصين متتالية، يمكن كانت في السنة السابقة كانوا يتحدثوا عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي لا زالت إلى الآن في العمل على إيجاد حلول في الكثير منها. في هذا العام وفي الأشهر الأخيرة ظهر فيروس كورونا. فيروس كورونا أيضا يمكن كان هناك تفاؤل بأن يكون هناك تحسن في النمو الاقتصاد العالمي في السنتين القادمة، ولكن أيضا محافظ البنوك المركزية والبنك المركزي الدولي يعني يجد أن فيروس كورونا أثر بشكل مباشر على الاقتصاد أو النمو الاقتصادي في الصين. ولا شك أن الصين الحقيقة دولة من دول العالم الكبيرة، والكوارث أو الفيروسات اللي مثل فيروس كورونا يكون لها أثار، وهم الآن أعتقد أنه سيطرح على طاولة النقاش يعني ما هي البدائل وخصوصا فيما يخص التوريدات، لأنه ذلك يعني في الفترة الأخيرة حقيقة الكثير من الأمور التجارية والاستثمارية مع الصين توقفت بسبب هذا الفيروس، ولا شك أنه سيكون له أثر على التوريدات العالمية، أيضا بشكل مباشر سيكون له أثر أتوقع على الدول النامية، وخصوصا أن مجموعة العشرين يعني المملكة العربية السعودية ستؤكد عليها
أو ستركز على أو تحت عنوان اغتنام فرص القرن 21 للجميع، وهذا يعني كيف ممكن أن نحقق الاستفادة القصوى وأن نضع البدائل لمثل هذه المشاكل الاقتصادية اللي يكون لها أثر سواء مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد. أيضا أنه المملكة ملتزمة مع دول العالم الأخرى في رئاستها أن تنطلق أو تواصل العمل الذي انطلق من أوساكا اليابانية في العام 2019، وهذا لا شك أنه يعزز التوافق العالمي. وهناك تحديات كثيرة ستعمل عليها هذه المجموعة لتجنب اقتصاد العالم أي مشاكل ربما تؤثر على اقتصاديات. نعم، كان معنا هاتفيا الأستاذ تمويل اقتصاد الدكتور محمد مكني، شكرا جزيلا لك.